بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، اليوم إن شاء الله راح نكمل شابتر 2، المحاضرة الثانية في شابتر 2، الشابتر بعنوان Engineering Costs and Cost Estimating. أخذنا في الجزء الأول من هذا الشابتر تعريفات لعدة أنواع من الـ Costs، الـ Fixed Cost والـ Variable Cost والـ Opportunity والـ Book Value، وأخذنا أكثر من نوع من الـ Cost. اليوم إن شاء الله راح نحكي عن الكوست استيميتنج اللي هو تقدير التكلفة. كوست استيميتنج، احنا بنحكي عمال كلمة استيميت، وما تقولوا ليش كوست كالكوليشن، فيش حاجة اسمها حساب، انت بتحكي في تقدير التكلفة. تقدير التكلفة لأنه صعب اني احسب بالضبط قديش التكلفة الحقيقية اللي ممكن تكون، لأنه انا بحكي في اشي في المستقبل. حساب التكلفة هو عبارة عن أساس التحليل الاقتصادي، وبالتالي إذا كان في عندي تقديرات دقيقة إلى حد ما، بتكون عندي التحليل الاقتصادي مستند على بيانات دقيقة وبطلع نتائج دقيقة. الآن إذا استخدمت بيانات غير دقيقة، فكل التحليل تبعي بيكون غير دقيق. لو جبت أفضل الأدوات الاقتصادية وأعقد الأسس العلمية، ما بتطلع جواب دقيق، لأنه garbage in garbage out. الداتا إذا كانت غير دقيقة وما كانتش التقديرات تبعتي مستندة على أساس صحيح، بيكون عندي مشكلة كبيرة. تمام. الآن فيما يتعلق في الكوست استيميت، في عندنا ثلاث مستويات من الكوست، ثلاث مستويات من تقدير التكلفة. أولا رف استيميت، يعني عبارة عن تقدير عام. إيش بتقول رفلي؟ يعني إلى حد ما دقيق. هذا بينعمل في بدايات التفكير في أي مشروع، بينعمل فيما يعني من قبل الإدارة العليا لو بدنا نعمل شارع تقريبا قديش بكلفنا. طبعا بيكون مستند على بيانات قديمة، معرفة قديمة، البيت قديش بكلف، ما بيكون في تفاصيل. هذا بيتم في أول مراحل التخطيط، مش احنا قلنا في دورة حياة المنتج أو السلعة أو الخدمة، أولا مرحلة النيد، الحاجة والشعور بالمشكلة وتقدير أولي، هذا التقدير الأولي. تمام؟ عشان أشوف بصفة عامة قادر أمشي ولا مش قادر. يعني أنا بحكي مثلا في قدامي خيارين، قدامي خيار إني أبني بيت، تمام، أو إني أو أشتري. خلينا نحكي بطريقة يعني أوضح، إذا بدي أبني بيت بلزمني قديش، تمام، وإذا بدي أتأجر بيت وينتهي الإيجار بعد 20 سنة باستملاك البيت، يعني أدفع قسط الإيجار زائد جزء من قسط البيت، قديش بكلفني الآن؟ والله بقول لك تكلفة بناء البيت مش أقل مثلا من 30,000 دولار، إشي مبدئي بناء على هيستوري، أرقام، معرفة عامة. الآن قد يكون تكلفة البيت اللي أنا بدي أبنيه 25، قد تكون 35، قد تكون 40، لكن احنا بنحكي حوالين الرقم هذا، عشان هيك الدقة تبعته بتكون يعني على الأقل 30% أقل أو 40 50% أكثر، يعني بيكون الرقم مش كتير دقيق يعني. لكن لو قلت 30 مش حيكون 5 ولا حيكون 100، يعني إذا قلنا تكلفة رفلي 30 ممكن يكون من 20 ل 40 مثلا. تمام؟ لكن لو قلت بدي اروح انا ابني بيت بدي اتاجر بيت وادفع قسط اخر، يعني كاني بدي اشتريه بالتقسيط، بلزمنيش الان تكلفه، بقول لك بلزمك في الشهر 200 300 دولار وخلصنا، وبالتالي بيساعد في اتخاذ القرار المبدئي. تمام. النوع الثاني او المستوى الاعلى سيمي ديتيلد استيميت، هو عباره عن تقدير شبه تفصيلي. شبه تفصيلي،
هذا بيستخدم في عمل موازنات، في طلب موازنات، بيستخدم في أول مراحل التصميم. يعني إحنا قلنا البيت بكلفك 30 بصفة عامة، يعني نحكي الآن لما نيجي نحكي في التصميم بيجي بقول له يعني أنت تقريبا البيت اللي بدك إياه تشطيبه عادي والله عالي، طب قديش المساحة المتوقعة يعني في أي منطقة بدك إياه؟ طابق مثلا واحد بس؟ تقريبا تقريبا بناء على معرفة سابقة حط في بالك إنه بكلفك 25 بناء على طلباتك اللي أنت حكيتها. هذا يكون عبارة عن إشي يوضع في طلب الموازنات لما نعمل بروبوزال معين في بداية السنة، بنقول إنه بلزمنا هالقد قبل ما نحكي في قبل ما نحكي في البروبوزال، لسه قبل ما نحكي في تفاصيل، أنا بحكي في إشي عام. وبكون في الكونسبتشوال اور بريليمينري ديزاين ستيج في مرحلة التصميم الأولي، الأكيورسي بتكون مثلا من ناقص 15% لزائد 20. وخلينا انه الهامش اكثر في الزياده سواء هنا او في الرف استيميت، لانه انا بكون لانه رف لي انا بحكي، بكون تقديري بدي اكون شويه بشتغل في الاحتياط، بعلي شويه الموجود عندي. النوع الثالث من التكلفه بتكون ديتيلد استيميت. يبقى الاولاني عباره عن رف استيميت عام، الثاني سيمي ديتيلد، بقول له يعني انت البيت كم متر، كم طابق، وين بدك تبنيه، كيف تشطيبك، بكلفك 25 مثلا. في الأول قال له والله البيت بكلف حوالين 30، والله معظم الناس اللي بنوا كان 30، ما دخلش في تفاصيلهم. الثاني خش في شوية تفاصيل، قال له لا أنا البيت بدي إياه بس 100 متر، طابق واحد وتشطيبه عادي وكذا، قال له 25 تكلفة تقديرية. النوع الثالث من تقدير التكلفة اللي هو تقدير التكلفة التفصيلي، بيستخدم في بعد اكتمال التصميم في مرحلة مثلا إعداد وثائق العطاء، في مرحلة المناقصات، وبيكون هو الإشي القريب جدا للواقع. يعني أنا لما بدي في مثلا واحد بده يشتري سلعة معينة، بده يبيع سلعة معينة، بده يحسب بالضبط قديش التكلفة تبعتها، بده يبني بيت وبده يقدر لو أنا بنيت العمارة هذه وبعتها قديش بكون عندي الإيراد، هذا مشروع بزنس قديش بتكلف عنده، بده يحسبها، بده يكون عنده تصميم ويخلي المهندسين يحسبوا بجدول كميات بالضبط. الآن التكلفة تبعتي بتكونش دقيقة 100%، لأنه يعني بالنهاية أثناء العمل ممكن يطلع أشياء إضافية، حاجات أنا مش حاسبها بعين الاعتبار، غليت شوية الأسعار، نزلت، لأنه أنا بحكي في إشي حيتم خلال سنة، العمارة حتنبني خلال سنة، فممكن يصير بعض التغيرات مش الاشي المرسوم. حكينا في التخطيط انه في مرونة يعني في القصة. الاكيورسي بتكون احنا دائما بنقول في المشاريع زائد ناقص 5%، يعني الاكيورسي بتكون ممكن تكون اقل ب 3% او اعلى ب 5%، يعني زائد ناقص 5% بكون الرقم تقديري. فال 25 اللي كانت قبل بعد ما انعمل لها جدول كميات وانعمل التصميم، طبعا في التفاصيل بكون في فرق، يعني بنفس المساحة ونفس البيت ونفس التشطيب، لو قرر الشخص او اللي بده يسكن في البيت هذا يغير شوية، يعمل مثلا حمامين بدل واحد او ثلاثة بدل واحد، والمطبخ يعمل فيه نظام معين، يكبر مثلا المجلى والقصة هذه، تمام. لو قرر انه يعمل مثلا تفصيلة معينة بتكلفه زيادة، تمام. بتبينش هذه في السيمي ديتيلد لانه ما حكاش في التفاصيل هناك كثير، بتبين في الديتيلد. فبعد الحسبه اللي انحسبت بقول له اه والله التكلفه اللي عندك تقريبا يعني حسبناها حسب جدول الكميات اللي عندك بتطلع حوالي 24,000 دولار. الان لما اجى بنا واشتغل وخلص لقاها بتكلف 24,200، بكون الرقم عندنا فير، تمام. الان the more detailed you are, the more resources, people, time, money you will need. الآن أنا مش منطق كل ما تيجي على بالي فكرة إني أبدأ أعملها تصميم وتفاصيل عشان أقدر تكلفتها، لأنه بلزمني تكلفة أثناء إعداد المشاريع وأثناء تقدير التكلفة. يعني عشان أحسب تكلفة بلزمني تكلفة، بدي وقت وجهد وناس. عشان هيك
بدها يكون نوع من التوازن. الخيارات والأشياء اللي مش منطقية أو اللي رف استمت قال إنها بعيدة ما أدخلش فيها، لأنه يعني بالنهاية هذه تكلفة. كيف بعمل كوست استمت وكيف بدي أقدر؟ طبعا في أكثر من طريقة. يمكن إحنا كمهندسين ويمكن مهندسي المدني أو الإنشائي بيشتغلوا في النقطة رقم واحد، يمكن في عندي أكثر من طريقة: بير يونت موديل، سيجمنتينج موديل، كوست اندكس، وباور سايزينج موديل. هنحكي يمكن على البير يونت موديل. هذه بتستخدم في مثلا المباني، بتستخدم في الصناعات الإنشائية يعني، تمام. المدارس كيف بنقول؟ بنقول إنه مثلا المتر المربع بكلف كذا دولار. من وين هذا الرقم إجا؟ من تجارب سابقة. يعني إحنا الآن لما بنيجي نقدر واحد بده يبني بيت، بقول له ببساطة المتر المربع قديش بكلف. مثلا المتر المربع بكلف 200 دولار، 200 في 200 متر هي 40,000 دولار مبدئي، هذا تكلفة مبدئية، تمام. طبعا الآن بدنا نخش في تفصيل، بتكون التفصيل أكثر. لكل نوع من التشطيب له تكلفة، لأنه مثلا لو بدي أعمل حجر قدسي برا على الباب وعلى الواجهات يعني، وأعمل تشطيب عالي وجبس جوا البيت بورسلان فاخر، المتر المربع تكلفته اعلى. وبالتالي اذا عندي تفاصيل اكثر بكون لكل نوع من انواع التشطيب قديش بكلف متر مربع، تمام. المساجد غير المدارس غير البيوت غير المنشآت الحكومية، المنشآت الرسمية والمكاتب الرسمية بتكلف اكثر لانه فيها انظمة. المستشفيات بتكلف اكثر كثير لانه فيها طاقة، بدها انظمة الكترونية وفيها انظمة كهروميكانيكية وفيها كهرباء وفيها اعمال كثير فيها، وبالتالي التأسيسات فيها أعلى، بالتالي تكلفة المتر المربع بتكون أعلى، تمام. برضو لما نحكي برضو تكلفة في الواحد بيشتغل على الخط، وهذه برضو قصة سهلة، سواق تاكسي مثلا بقول إنه كل كيلو بكلفني هالقد وقود، أو لتر الوقود بمشيني أكم كيلو، تمام. بهذه تكلفة الوحدة. في نوع تاني اسمه segmenting model، بتقدر بناء على components مختلفة. يعني في أكثر من مرحلة وكل مرحلة معروفة تكلفتها تقديرا، تمام. بجمع هذه المراحل في components معينة، مرحلة تنتين ثلاثة، الأولى بتكلفني تقريبا هالقد، والثانية هالقد، والثالثة هالقد. بجمع الثلاث مراحل وبتكون هي عبارة عن تكلفة تقديرية. النوع الرابع كوست اندكس. كوست اندكس عبارة عن رقم اندكس، مؤشر دايمنشنلس، مفيش له وحدات، بيعكس التغير في الكوست في التاريخ. يعني لقيت، حنيجي لمثال عليه: كوست ات اي ات تايم اي، كوست اليوم، والكوست ايش انعمل، مدرسة انعملت قبل 5 سنين ومدرسة اليوم، قديش الفرق في التكلفة. هذا مرتبط بالاندكس، اندكس فاليو ات تايم اي واندكس فاليو ات تايم بي. في طبعا بيكون اندكس موجود المرتبط بالتكلفة، مرتبط بالتضخم، مرتبط بغلاء الاسعار، مرتبط بالعرض والطلب، اندكس، تمام. قديش كان وقديش اليوم. يعني نقول مثلا بشي بسيط، حنيجي الآن لمثال: العامل كان زمان بكلفني مثلا، العامل الواحد أجرته اليومية مثلا 10 دولار، الآن الأجرة 15، تمام. لو افترضنا إنه المطلوب مني في الشغل تبعي فقط عمال، فيش أي تكاليف أخرى، أنا بس بدي أدفع أجور رواتب والباقي مغطى. إذا زادت الرواتب من 10 سنين لليوم 50% وكل العمل تبعي مرتبط برواتب، إذا حيزيد التكلفة الكلية بمقدار 50%. ليش؟ لأنه زمان كان الراتب 10، اليوم راتب 15 لكل الموظفين اللي عندي، وكل اللي أنا بدفع رواتب فقط، فيش عندي مواد خام، وبالتالي الإندكس هذا كان 10 صار 15، وبالتالي الكوست إذا كان مليون زمان صار 1.5 مليون اليوم. مثال:
في عندي ليبر كوست برضو تكلفة. ليبر كوست اندكس فاليو واز 124 10 years ago and 188 today. برضو هذا مؤشرات لها علاقة بالتكلفة. الاندكس بيطلع من الجهات ذات العلاقة انه قبل 10 سنين كان العمال الاندكس تبعه 124 الكوست تبعتهم، اليوم صار 188. الان في عندي مصنع annual labor cost for a similar facility where هالقد 10 years ago، يعني في مصنع سابق كان الكوست اندكس للعمال 124 وكان التكاليف الشاملة الكوست تبعت الليبر قديش كلفوني الرواتب خلال قبل 10 سنين في السنة كلفوني 575.5. اوجد ال annual labor cost اليوم، نسبة تناسب annual cost today على annual cost قبل 10 سنين بيساوي الاندكس today على الاندكس قبل 10 سنين. انا بحكي بس الان في العمال، ما بحكي في القصص الثانية، بحكي فقط في الاندكس مرتبط بالتكلفة اللي انا بحكي فيها. في حاجة اسمها power sizing model، المهندسين الميكانيك والمهندسين اللي بيشتغلوا في موضوع الهندسة الصناعية مثلا بيقدروا التكلفة بناء على الحجم، زي المولدات والمضخات. Used to estimate the cost of industrial plants and equipment, it scale up or scale down. يعني لما أقول مضخة 5 حصان ومضخة 10 حصان، هل التكلفة تبعت العشرة ضعف تكلفة الخمسة ولا أكثر ولا أقل؟ لا، فيش العلاقة الخطية بتكونش في القصص هذه. العلاقة الخطية بتكون مثلا في الأشياء اللي فيها وحدات. حنيجي الآن المعادلة بتقول cost of equipment A على cost of equipment B، يعني تكلفة الوحدة A أو ثمن الوحدة A على الوحدة B بساوي size لل A على size لل B أس X. يبقى التكلفة الكلية للمضخة A على التكلفة الكلية للمضخة B بتساوي الكاباسيتي تبعت المضخة A على الكاباسيتي تبعت المضخة B أس X. الآن الـ X هذا عبارة عن إيش؟ قيمة، رقم بيعبر إلي عن طبيعة العلاقة. الآن لو كانت X بيساوي 1 إذا العلاقة خطية، زي إيش؟ تكلفة طريق طوله كيلو، أنا بدي أعمل طريق طوله كيلو تكلفته $1,000,000، بدي أعمل طريق 2 كيلو تكلفته $2,000,000، يبقى 1/2 صح؟ لأنه الطريق الأول الكوست تبعته كلفني مليون، الطريق الثاني أنا مش عارف قديش بده يكلفني. الطريق الأول طوله كيلو، الطريق الثاني طوله 2 كيلو، إذا العلاقة خطية لأنه فيش أي شيء إضافي أو نقص في الكيلو الثاني، خلص كأنه كل متر مربع له تكلفة معينة. الآن أحياناً X بتكون أكثر من 1، وأحياناً X بتكون أقل من 1، تمام؟ زي ما حنيجي نحكي، يعني أحياناً بكون بعض المنتجات لما تتضاعف الكباسي تبعتها المبلغ تبعها بزيد، فبقول لك اشتري وحدتين صغار أحسن ما تشتري وحدة كبيرة. مثلا في بعض أنواع المولدات، المولد مثلا 50 KVA بيكون حقه 10، المولد 100 بيكون حقه مش 20، ممكن يكون حقه 30 أو 22، وأحيانا العكس أو غالبا بتكون العكس هي الأمور. لكن في بعض المنتجات والمعدات لا، في تيبل موجود عندنا، وهذا طبعا رقم بيكون موجود يعني ثابت، يعني فاليو قيم بتكون معطية إليه. انواع مثلا الكمبريسر قديش، الموتور قديش وما الى ذلك. يعني مثلا بنلاقي الرقم مثلا 0.6 هنا في الكمبريسور، في عندي 0.32 وهي الرينج تبعي، تمام؟ هي الرينج ال 200 ل 2100 حصان. الان كل ما زاد
بزيدش خطي، بكون اقل، اكس اقل من، وبالتالي ال 200 لما تكون 400 مثلا، 200 بكون حقها 10، ال 400 مثلا بكون حقها مش 20، بكون حقها مثلا 12. تمام؟ زي الشاشة التلفزيون مثلا، الشاشة بقول لك ال 32 بوصة حقه مثلا $200 او $100 ال 32 بوصة. ال 40 بوصة قديش حقه بكون؟ بكونش العلاقة خطية. طب ال 60 بوصة بكونش حقه $200، لا بكون اكثر. وبالتالي الارقام بتكون في جزء منها اكبر من واحد وجزء اقل من واحد. هي مثال شركة، وهذا مثال بيحكي في الموضوعين، في موضوع الكوست اندكس وبيحكي في موضوع السايزنج. شركة بدها تقدر قديش تكلفة نظام مساحته هيت اكستشينج 2500 قدم مربع. في نظام مساحته 2500 قدم مربع. ايش في عندي معلومات عشان اقدر هذه التكلفة؟ بقول لك قبل 5 سنين، ها اذا بنحكي قاعدين في كوست اندكس، ما دام اشي قبل 5 سنين، انه الاسعار بتزيد بتنقص، الرواتب بتزيد بتنقص، في عرض في طلب. قبل 5 سنين كان في عندي هيت اكستشينجر نفس اللي بده ينعمل، لكن مساحته 10,000، مش عفوا مساحته 1000 مش 2500، كلف 50,000. اذا قبل 5 سنين مش اليوم، عشان اعمل نظام هيت اكستشينج، نظام معين في الميكانيك، مساحته 1000 كلفني $50,000. اداني معطيين لازم يديني، لازم يديني الباور سايزنج اكسبوننت اللي هو الاكس تبعي، الاس اكس، الاكس هذا الباور سايزنج اكسبوننت لازم يديني اياه عشان اشوف حالي العلاقه لينير ولا اكثر من واحد ولا اقل من واحد، ولازم يديني الكوست اندكس قبل 5 سنين واليوم. اول اشي بعمل عمليه سايزنج، باور سايزنج، السايزنج كومبوننت بجيبه، وبجيب القيمه الحقيقيه للحجم الجديد، بعدين بستخدم التاريخ والماضي عشان احسب قديش التكلفه اليوم. الان الكوست، تكلفه ال 2500 قدم مربع اللي انا بدي اياه على تكلفه انتاج الألف، هذا على فرض انهم اليوم، تمام؟ بساوي قديش؟ بساوي 2500 على 1000 اس 0.55. ليش اس 0.55؟ لانه ال 55.55 هذا عباره عن الباور سايزنج كومبوننت. ف 2500 على 1000 الجهاز او السيستم، و 2500 على السيستم ابو 1000 اس 0.55 بساوي التكلفه تبعت ال 2500 على التكلفه تبعت ال 1000. بيطلع عندي تكلفة إنتاج ال 2500 قبل 5 سنين، لأنه أنا بحكي الرقم الألف هذا مش اليوم، الرقم الألف هذا كان وقت إيش؟ كان قبل 5 سنين. يبقى تكلفة إنتاج أبو 2500 قبل 5 سنين، لأن أنا بربط بنقطة زمنية معينة، الألف قدم تكلفته 50,000 وقت إيش؟ قبل 5 سنين. إذا قبل 5 سنين لو كنت بدي أعمل سيستم ابو 2500 كان حيكلفني اللي في المعادله هذه 2500 على 1000 اس 0.55 ضرب 50,000 وتساوي $82,000. طيب الان انا حسبت قديش تكلفه انتاج او تصميم او تنفيذ السيستم هذا قبل 5 سنين، بدي اجيبها اليوم باستخدام الكوست اندكس. وبالتالي الاكويبمنت كوست توداي بيساوي التكلفه المتوقعه او التقديريه قبل 5 سنين ضرب الكوست اندكس اليوم على الكوست اندكس قبل 5 سنين، 82,800 ضرب 1487 على 1306. طب الكوست اندكس رقم بيكون معروف، بيوضع من قبل الجهاز ذات العلاقه. مثال عليه يعني عشان بس نوضح الفكره اكثر. الآن في المستوى المعيشي في المدن، حطوا مدينة
أعتقد نيويورك رقم 100، ثبتوها هي كأنه هذا الستاندرد اللي بيرجعوا له. الآن لو أنت بدك تعيش في نيويورك مثلا، بيلزمك في الشهر مثلا كشخص $1000، أو بلاش نقول 1000 عشان المية والألف، بيلزمك $1500 عشان تعيش عيشة متوسطة في نيويورك. $1500 عشان تعيش عيشة متوسطة في نيويورك. طبعا الأرقام هذه بتكون موجودة من قبل الجهات الرسمية. كل مدينة من مدن العالم بدوها إندكس مقارنة بنيويورك. بيقولوا مثلا مدينة طوكيو الإندكس تبعها 150، نيويورك 100 150، يعني أغلى من نيويورك ب 50%. لأن أنت بدك تعيش في طوكيو بنفس مستوى المعيشة اللي أنت موجود فيه في نيويورك، بلزمك 50% زيادة. إذا كنت بتعيش عيشة عادية في نيويورك ب 1500، عشان تعيش نفس العيشة في طوكيو بلزمني 1500 ضرب 150 على 100، صح؟ وتساوي 2250. هذا اندكس، بس هذا الاندكس له علاقة بالمكان، بالجغرافيا. نفس الاندكس هذا له علاقة بالهيستوري، بالتاريخ، بالتكلفة السابقة، تمام؟ نفس القصة. أو أنا نفس القصة في نيويورك، اليوم الرقم 100، اليوم قبل 10 سنين كان الاندكس 80، اليوم 100، تمام؟ يعني لو واحد درس مثلا البكالوريوس في نيويورك وكان بكلفه في الشهر 1000، مثلا بكلفه $2000 في الشهر، تمام، او بكلفه $4000 في الشهر هو وعيلته قبل 10 سنين، الاندكس تبعي 80، اليوم الاندكس تبع نيويورك 100، بده يعيش هذا الشخص بنفس المستوى بنفس الأفراد اليوم في نيويورك، اليوم 100 وكان 80 وكان يدفع 4000، اليوم قديش بده يدفع؟ احسبوها 4000 في 100 على 80 وتساوي $5000 بلزمه عشان يعيش نفس العيشة اللي كان يعيشها زمان ب $4000. Estimating benefit، تقدير الربح، طبعا هو أصعب ومهم جدا في التحليل الاقتصادي، لأنه بالنهاية أنت عشان تشوف حالك بتربح ولا بتخسر بدي أحسب الكوست وأحسب الريفينيو، الإيرادات. نفس مفهوم الكوست استيميت لكنه أصعب قليلا. ليش؟ لأنه الكوست يمكن إشي موجود عندي أمامي، لكن قديش بدي أبيع، قديش، يعني شوية الأمور صعبة. كثير من الناس بحاولوا قدر الإمكان يكونوا متفائلين، بالذات لما يخططوا للمستقبل. أنا ممكن يكون عندي 1000 زبون متوسط اللي بيجيني، لا 100 سهل أجيب 100 زبون عندي في اليوم، لا أنا في الركاب، لا يا عمي بقدر بسهولة يكون عندي في الباص اللي بدي أطلع فيه، لا 30 و40 راكب بسهولة. فبميلوا الناس دائما إلى أنهم أوفر استيميت، يعني يقدروها بتقدير أعلى من المتوقع أو يعلوا في تقديراتهم. الكوست أحيانا كتير الناس بيعملوا أندر استيميت، بقللوا من التكاليف. لا، الأصل تكون واقعي. وحتى في التكاليف حط إلي دايما، وهذا يعني تعلمناه في الشغل تبعنا، تكاليف غير منظورة. يعني أنا مثلا بحسب البيت بكلف بالورقة والقلم بكلفني $25000، بحط كمان فوقه لما احسب حسابي اطلب موازنه اكثر شويه، لانه حتطلع لي تكاليف غير منظوره ممكن تجيني. الان الارباح عشان اكون برضو واقعي، انا قدرت وحسبت، وزي ما حنحكي في الفصل الاخير تبع دراسات الجدوى، قدرت انه ممكن يدخل عليها الجد. لا، احيانا بضع سيناريو اسوأ، زي مثلا الوضع الكورونا اللي احنا فيه قللت شويه من ارباح الشركات، وبالتالي بدي اكون شويه واقعي ومتشائم إلى حد ما في تقدير التكلفة. آخر نقطة في هذا الفصل، عفوا، متشائم إلى حد ما في تقدير الربح أو الإيراد. كاش فلو دايجرام. كاش فلو دايجرام هو عبارة عن شكل
بحط فيه قديش بدخل علي إيراد وقديش بأدفع. كاش فلو دايجرام عبارة عن شكل بيوضح لي قديش بدخل علي إيراد وقديش أنا بدفع عند كل نقطة زمنية معينة، اليوم بعد سنة بعد سنتين بعد ثلاثة، عشان أستخدم هذا الكاش فلو دايجرام اللي هو الكاش فلو معناها التدفقات المالية أو التدفقات النقدية، بستخدمه في وهو أساس لعملية الايكونوميك أناليسيس، التحليل الاقتصادي تبعنا. الآن لو أنا مع البنك، أنا بحط في البنك وباخد منه ربح وبأودع عنده وباخد منه وبسحب عنده، الكاش فلو تبعي إذا أودعت في البنك أنا، أو إذا خليني أقول إذا أنا إجتني فلوس بعتبرها، يعني إذا أنا استلفت من البنك، أخذت من البنك قرض، عندي أنا يعتبر إيش؟ يعتبر إيراد إجاني، طبعا بعد هيك بدي أسده، لكن عند البنك يعتبر كوست، إشي اتاخد منه وبعد هيك بده يسترجعه. أنا عندي مدام دخل علي 1000 دولار، هذا يعتبر بالنسبة إلي ريفينيو، إيراد، كأنه بدي أبدأ أسده. البنك ال1000 دولار هذه كأنه خسرها وبعد هيك بده يسترجعها. أي مثال عندنا هيك بكون شكله، الشكل اللي تحت بس هذا للتوضيح. الآن نبدأ من نقطة صفر، اللي فوق موجب واللي تحت سالب، اللي فوق لفوق معناها إيراد وتحت معناها كوست دفع، تمام؟ نبدأ من نقطة زمنية اليوم زيرو، التايم زيرو today. الآن معنا في الشكل اللي واضح أمامنا زي ما هو موجود، التايم زيرو في عندي positive cash flow of 100 دولار، يعني إجا علي 100 دولار، قبضت 100 دولار اليوم. طيب بعد period، period ممكن تكون شهر، ممكن تكون أسبوع، ممكن تكون سنة. هتلاحظ ملاحظ إنه في معظم شغلنا الاقتصادي في المشاريع ودراسات الجدوى بتكون سنة، بتكون سنة. الآن بعد سنة من اليوم إيش مكتوب فوق؟ one time period، خلينا نقول سنة، from today a negative cash flow of 100. بعد سنة، هي بديت اليوم، بعد سنة خلينا نقول في 1/1/2021 دخل علي 100 دولار، في 1/1/2022 نيجاتيف كاش فلو، يعني دفعت 100 دولار، في 1/1/2023 اجى علي 100 دولار، وهكذا، تمام؟ يبقى البوزيتيف بكون لفوق الايراد اللي دخل علي، والنيجاتيف اللي خسرته او دفعته. ونهايه المرحله الاولى والبيريود الاولى بتكون بدايه البيريود الثانيه. الكاتيجوريز تبعت الكاش فلو، يعني بكون في عندي فيرست كوست، دائما بتكون تكلفه الشراء، تكلفه البناء، تكلفه الكابيتال كوست بنسميها، وهذا حنيجي لها ان شاء الله بعد شويه في الشابتر الجاي. تكلفه مبدئيه، تكلفه اندفعت في الاول، اليوم انا بدي اشتري سياره، اليوم دفعت 10000 دولار، وبالتالي صار عندي نيجاتيف 10000. في عندي اوبريشن ومينتننس، بتكون هذه يعني بعض الامثله للتكاليف او فئات التكاليف، اوبريشن اند مينتننس كوست او اند ام. في هذه بتكون مثلا انيوال اكسبنسز، اشياء انا بدفعها سنويا، تمام. السالفج فاليو، نقطة رقم ثلاثة، السالفج معناها خردة. الآن بعد انتهاء المشروع، أنا مقدر السيارة اللي عندي، أنا بدي أشغل السيستم اللي عندي هذا 5 سنوات، أنا بدي أشغل السيارة 5 سنين وأبيعها، هل مجدي ولا مش مجدي؟ بدي أشوف إيش بعمل؟ بعمل كاش فلو، حنيجي لبعض الأمثلة بعد هيك، يعني كل الفصول القادمة حنرسم فيها كاش فلو. اليوم today بقول في عندي 10000 دولار،
هذا عبارة عن ثمن السيارة اليوم، سنويا بتكلفني برضو نيجاتيف، هذا 10,000 نيجاتيف، وسنويا بتكلفني نيجاتيف مقدار 1,000 دولار ما بين وقود، أو خلينا نقول 2,000 دولار ما بين وقود وصيانة وكذا سنويا، بدءا من السنة الثانية بعد انتهاء أول بيريود، يعني عند رقم واحد زيرو واحد هنا، يعني نرجع تاني للشكل هذا، نفرض أنه السيارة هنا هذا الرقم، في عندي 10,000 دولار دفعته، في نهاية كل سنة في عندي تكاليف تشغيل وصيانة 2,000 دولار، أول سنة 2000 وثاني سنة 2000، ثالث سنة ورابع سنة وخامس سنة حيكون 3,000 دولار، لأنه يمكن بدها تصير صيانة أكبر، فصار عندي عملت كل التكاليف المتوقعة خلال ال5 سنوات. طيب الإيراد، أول سنة ما فيش إيراد، أنا اشتريت في أول سنة دخل علي، متوقع يدخل علي، بحسبها بدراسة الجدوى، يعني متوقع في اليوم قديش وقديش عدد الركاب، ممكن أتعاقد مع كذا، ممكن يجيني كذا، فبكون عندي متوقع انه يدخل علي 5,000 دولار في السنة الأولى وادفع 2,000، فبحطهم اجمالي 3 لفوق، صح؟ لانه 5 انا بده يجيني متوقع في نهاية السنة بدي احسبها، وادفع في نهاية السنة اجمالي اللي دفعته 2,000، 5 ناقص 2 بصير 3 لموجب، وهكذا متوقع السنة الأولى والثانية والثالثة والرابعة والخامسة متوقع يدخل علي 5,000 دولار بالمتوسط، أنا بأدفع في السنة الأولى 2000، 2000، 3، 3، 3، هي قيمتهم، في نهاية ال5 سنين ببيع السيارة ب3,000. ال3,000 هذه اسمها سالفج فاليو، بتكون عبارة عن إشي موجب بوزيتيف، يعني هذه عبارة عن قيمة أنا بأخذها، مبلغ أنا بأخذه، تمام؟ أحيانا السالفج بكون كوست، يعني احيانا انا بدي اتخلص من المعده تبعتي او اني اهدمها او اني فممكن ادفع برضه، مش يعني هي بالمعظم بتكون موجب، سياره مضخه اشي قيمه، احيانا بكون صفر، يعني خلص بعد عمرها الافتراضي ما يخلص تنتهي، في حاجه اسمها الريفينيو، ريفينيوز يعني عباره عن الايرادات السنويه الناتجه عن بيع منتج او سلعه وما الى ذلك، يعني هذه عباره عن النماذج وكاتيجوريز من التكاليف والايرادات، في حاجه الاوفرول يعني عباره عن كل الكابيتال اكسبندتشرز المصاريف خلال العمر الافتراضي، حنشوف ان شاء الله امثله كثير في هذا الامر، الله يعطيكم الف عافيه.